Alakart Deem TV. Guidance to humanity. يا من بذكرك كل صعب يسلو وببركة اسمك كل قصد يحسن يا مفردا في عصري ومجددا للدين نلت به مقاما يفضل فعلى تأخر عصركم قد قام في علياك يغبطك الزمان الأول يا قطب دائرة المعارف والعلوم وشمس كل فضيلة لا تأفل فعسى بك المولى يجود برحمتي وسعت ويفتح كل ما هو مقفل ولقد يتمنى بذكرك سيدي وبكم إلى رب السماء نتوسلوا يا الله يا قطبنا الحبشي علي النفحة يشفى بها داء القلوب المعضل يا قطبنا الحبشي علي النفحة هيا بها كل المطالب يحصلوا يا الله يا قطبنا الحبشي علي النفحة يشفى بها هيا بها فرج الإله يعجل رضوان مولانا عليك ورحمة طول الدهور على ضريحك تنزل والحمد لله رب العالمين في المولد نتعلم ونعلم ونذكر أنك أنت أشرف الناس يا سيدي يا رسول الله وإلا لماذا قلت إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أليس لنعلم قدرك وشرفك فيزداد حبنا لك وتعظيمنا لك ونكون أتبع لأمرك ونهجك أليس لنعلم قدرك وشرفك فيزداد حبنا لك وتعظيمنا لك فنكون أتبع لأمرك ونهجك وفي المولد قراء وفي المولد نتعلم عن ولادتك وأوصافك سيما أوصافك التي من رآها في المنام لو بشرى بالعبور على الصراط لدخل الجنة بإذن الله تعالى فأنت الذي قلت إن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة وفي المولد قراءة لسيرتك فيذكر أنك تربيت يتيما فلا يمنعن إثم أحد أن يتخلق بأخلاقك ويتأدب بآدابك فترق نفسه وقلبه وفي قراءة سيرتك تعليم للأمة الالتزام بالأخلاق الحسنة وأنت الذي تقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نختفن بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور ولغيرها الكثير الكثير من المزايا في هذه المناسبة العطرة فضلا عما يحصل في هذا اليوم من البر والإحسان وإطعام الفقراء والمساكين وسماع مدح المداحين له صلى الله عليه وسلم بأفئدة عامرة بحب محمد فتنساب النغامات بالحال المحبين عتبة شجية وهم هائمون يصلون يسلمون عليه عملا بما أمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما
الله عظم قدر جاه محمد، وأنا له فضل لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوة الإيمان، لو لم يكن في ذلك إلا إزعام الشيطان وسرور أهل الإيمان المسلمين لكفى، فكيف ما رأينا هذا الغيظ من الفيض. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب دوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوة الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.